بيكم في قناة ايمي يومي. لو دي اول مرة تشوفوني فانا بعمل وصفات حلوة وهادئ وكمان وصفات صحية. عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة ياريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة هنعمل بسكوت الشوفان بالليمون، بسكوت الشوفان الصحي بدون سكر ولا دقيق ابيض وخالي من الجلوتين، وهنعمله مع بعض وهنشوف بقى هنعمله ازاي. عايزة اوريكم قد ايه هو مقرمش، شايفين؟ وهنقول مع بعض بقى على شوية ملاحظات كده هي اللي تخليه يطلع معانا مقرمش كده علشان ما يبقاش طري وطعمه مش حلو. وهنشوف هنعمله ازاي. عندي 85 جرام عسل، هنا ده عسل ملكة النحل عشان كده في شوائب شوية. ستين ملي عصير ليمون، جمعلكم في اخر الفيديو المقادير بالجرام وبالكوباية. هدوب العسل في عصير الليمون كده لغاية ما يبقى كأنه كله عصير سايل كده مع بعض، ما يبقاش فيه أجزاء من العسل لسه واخدة قوام تقيل. ثمانية وعشرين جرام زبدة سايحة أو زيت جوز الهند، ثمانية وعشرين جرام يعني حوالي معلقتين كبار، دول تعتبر كمية قليلة جدا بالنسبة لعدد البسكوت اللي احنا هنطلعه. يعني كل بسكوتة مش هتقف على نقطتين ثلاثة زبدة. يعني هنحط نص معلقة صغيرة نكهة سمنة بلدي او ريحة السمنة البلدي، وهنا ربع معلقة صغيرة بيكنج بودر وربع معلقة صغيرة ملح. هخلط المكونات دي كلها مع بعض. اللي عايز يستغنى عن ريحة السمنة البلدي هي اختياري، يعني مش لازم ان احنا نستعملها، بس انا حسيت يعني او حبيت ان انا اضيف لحد ما طعم في البسكوت، يعني علشان هو يعتبر ما فيهوش سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة من اللي بتدي البسكوت طعم، بس فحبيت ان انا اديله ريحة يعني مش اكتر. بس اللي مش حابب ممكن ان احنا نشيلها مفيش مشكلة. عندنا كمان معلقة صغيرة بشر ليمون، هخلط المكونات دي كلها مع بعض. مية خمسة وتلاتين جرام دقيق شوفان، هبتدي اخلط الشوفان بالسوائل اللي عندي كده واقلبه بحيث ان هو يبتدي يشرب معايا السوائل دي. هنلاحظ ان بالتدريج كده الشوفان بيمتص السوائل وبتبتدي العجينة تجمد معايا. احنا عايزين ان احنا نخلط دلوقتي العجينة وكل المكونات دي مع بعض وبعدين نفردها على طول، مش عايزين ان احنا نسيبه يرتاح ولا نسيب الشوفان يمتص بقية السوائل ولا اي حاجة خالص. احنا عايزين نستخدمها وهي طرية كده وبعدين هنشوف هنعمل ايه.
العجينة على مفرش وأغطيها بكيس ستريتش، ابتدي إن أنا أفردها بالنشابة طبقة رفيعة جدا، أقصى سمك إن احنا ممكن نقدر نفرده للعجينة نفردها طبقة رفيعة جدا، علشان ده هيساعد إن البسكوت يطلع مقرمش. بعد ما فردتها السمك الرفيع خالص ده، هاخدها زي ما هي كده واحطها في التلاجة ساعتين. خلال الوقت ده بقى الشوفان هيمتص السوائل وهيرتاح وكل حاجة، بس هنكون احنا خلاص استفدنا بطراوة العجينة ان احنا فردناها، لان بعد مرحلة امتصاص السوائل ده بيبقى صعب جدا ان احنا نتعامل مع العجينة، علشان كده دلوقتي احنا محتاجين ان واحنا بنقطعها نحاول قدر الإمكان إن ما يكونش فيه مسافات ما بين كل بسكوتة والتانية، هادر للعجينة، علشان هنشوف مع بعض بقى الباقي من العجينة ده إن احنا هنعمل فيه إيه، وهنشوف مع بعض ده هيفرق معانا في إيه. علشان كده أنا بقول لكم نحاول في المرحلة دي إن احنا نقطعه قريب جدا من بعض، ونحاول إن نطلع أقل هدر من العجينة. انا هنا استعملت القطاعة اللي على شكل وردة دي، طبعا مش محتاجين ان احنا نقول ان اي قطاعة انتوا حابين تستعملوها مفيش مشكلة. نطلعها بقى بالراحة كده من القطاعة، علشان العجينة متيبسة كده فممكن تتقطع مع ابسط حركة، زي ما احنا شايفين هنا في جزء عندي يعتبر مشروخ، فالعجينة متيبسة مع ابسط حركة بنلاقيها بتتقطم، فنخلي بالنا ونطلعها بالراحة كده من القطاعة، ونبتدي ان احنا نرصها في صينية مدهونة زيت دهنة خفيفة جدا. وزي ما انتم شايفين كده انا بزقها بصبعي من على الطرف جزء جزء، بحيث ان انا اطلعها بالراحة عشان ما تتقطمش مني. هنا بقى ده باقي العجين، فانا هوريكم بقى ان احنا يعني هنتعب قد ايه عبال ما نعرف نطري العجينة تاني. زي ما انتم شايفين العجينة بقى بتفرفت خالص، وانا بحاول ان انا اطريها بحرارة ايدي على قد ما اقدر، احاول ان انا اطريها بحرارة ايدي لغاية ما توصل معايا لأقصى حاجة، وبعدين هضيف عليها معلقة صغيرة من المية او على حسب بقى كمية العجينة اللي متبقية معاكم، ممكن ان احنا نحتاج اقل او ممكن نحتاج اكتر، بس موضوع ان احنا نطريها بالمية ده هو ده اللي انا مش حباه في الموضوع، ان هو بيخلي لحد ما البسكوتة تطرى شوية بعد ما تستوي، فانا عشان كده بقول لكم نحاول ان نخلي الهيدر اقل ما يكون. فبعد ما نحط المية بقى هنبتدي ان احنا نعجنها كويس برضو لغاية ما تبقى عجينة لينا نعرف ان احنا نفردها. وهنكرر نفس الخطوات تاني، هنفردها وهنغطيها بالستريتش ونفردها طبقة رفيعة جدا، وبعدين تدخل التلاجة تاني، وبعدين نبقى نشكلها.
بعد ما جهزت الصينية هدخلها فرن 180 درجة لمدة 6 دقايق 8 دقايق لغاية ما الاقي ان هو من تحت احمر، هو من فوق مش هيتغير لونه قوي، علشان عقبال ما يتغير من فوق لونه هيكون اتحرق من تحت. احنا ناخد بالنا ان هو من تحت دوب هيبقى لونه بني، ممكن احنا نزينه من فوق كده بشرايط رفيعة من الشوكولاتة البيضة اللي حابب يستغنى عنها علشان هي فيها سكر، مفيش اي مشكلة. البسكوتة بتاعتنا فيها عسل وفيها ليمون وهي يعني مكتفية بذاتها، بس انا حبيت ان انا اديها شكل جمالي يعني مش اكتر. اهو شايفين من تحت ذهبي ازاي، هو دي الدرجة اللي احنا نعرف منها ان هو كده استوى. هنلاقي حوافه الى حد ما اغمقت ومن تحت بقى لونه ذهبي. الوصفة دي تبقى مناسبة جدا للدايت وللناس اللي بتحب ان هي تعمل حلويات صحية وتستغنى عن الدقيق والسكر، فهستنى ان انتوا تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ده ياريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.